لليوم التاسع على التوالي يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مخلفا أكثر من 2450 ضحية وأكثر من 9000 مصاب. وتكثف إسرائيل هجومها الواسع على مناطق شمال ووسط قطاع غزة في محاولة لإخلاء مناطق كاملة ودفع مزيد من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع تمهيدا لهجوم بري محتمل. وقد شنت الطائرات الإسرائيلية هجمات متتالية على أبراج ومنازل وعمارات وأسواق في مناطق نصيرات وخان يونس ودير البلح ومخيم المغازي وحي الشيخ وبلدة لاهية ومناطق أخرى. وأدت تلك الغارات لقتل عائلات فلسطينية بأكملها، كما استهدفت زوارق ومدفعية القوارب الإسرائيلية عدة نقاط الشرق وغرب قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من خان يونس مراسل الشرق عادل الزعنيون. عادل، أسأل طبعا آخر التطورات الميدانية، وماذا عن خط المياه الذي قيل أن إسرائيل سمحت به بعد محادثات بين نتنياهو وبايدن؟ يعني أبدأ أولا بموضوع المياه، عودة المياه. أعلنت قبل قليل بلدة بني سهيلة، بلدية بلدة بني سهيلة وهي قرية صغيرة في شرق خان يونس جنوب القطاع، أعلنت بأن إسرائيل بدأت من جديد تزود البلدة بالمياه بعد انقطاع لثلاثة أيام، لكن لا نعرف هل سيتم تغطية كافة مناطق جنوب قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل أنها ستعاود ضخ المياه لمناطق الجنوب على اعتبار أن فيها نحو نصف مليون من النازحين جاءوا من شمال قطاع غزة ومن مدينة غزة، أم لا ربما خلال الساعات القادمة خطوة تلو خطوة، بمعنى مرحليا يتم إعادة هذه المياه. عودة المياه تعتبر مهمة وحيوية جدا على اعتبار أن كل النازحين أكثر ما يعانوه بعد إيجاد مكان لهم ما يتعلق بتوفير المياه، وبالتالي فالمياه تعتبر عصب الحياة هنا لهؤلاء النازحين، كما بالنسبة للمواطنين سكان جنوب القطاع. على كل حال، المياه من دون كهرباء أيضا تعتبر في كثير من الأحيان غير ذي فائدة، بلا قيمة، لأن قطاع غزة يعتمد بما في مناطق الجنوب يعتمد على البناء الرأسي، أي أبراج وعمارات سكنية في كل مكان، والمياه التي تضخ إلى القطاع عادة ما تكون ضعيفة أو بسيطة، فبالتالي هي بحاجة إلى موتورات كهربائية لرفعها وضخها إلى الطوابق العليا. فما هذا يعني؟ من دون مولدات كهربائية، من دون كهرباء، توفر الكهرباء سيصبح وضع المياه صعب، وصعب جدا. وإن نعم. كان توفر المياه بحد ذاته يعتبر مهم، أو خطوة تعتبر مهمة لهؤلاء المواطنين الذين عندما يصحوا من النوم أول شيء يفكروا فيه كيف يمكن أن يوفروا لهم ولأطفالهم ولنسائهم ولكل العائلة. ماذا عن آخر أخبار القصف وعمليات الإنقاذ أيضا؟ لا مكي، لما اسمع السؤال عادل سألت عن عمليات القصف والإنقاذ، ماذا عن آخر التطورات الميدانية حيث أن؟ نعم، أولا بعد توقف لعدة ساعات عاودت كتائب القسام وسرايا القدس إطلاق رشقات جديدة من الصواريخ، من بينها رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب، كما أعلنت كتائب القسام قبل قليل. والقسام وسرايا القدس قالوا إنهم أطلقوا عدة قذائف هاون تجاه قوات عسكرية تتجمع في المناطق القريبة من الحدود، وأنهم خاضوا اشتباكات بقذائف الهاون والأسلحة، كما قالوا في أكثر من منطقة على الحدود الشرقية
والشمالية لقطاع غزة. الغارات الجوية لا زالت تتواصل خصوصا على مناطق شمال القطاع، وإن كان بشكل متفرق أقل مما كان عليه طوال النهار. القصف المدفعي أيضا يتواصل في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية، وكل ذلك على ما يبدو يهدف لمزيد من تهجير المزيد من المواطنين إلى جنوب القطاع قبل بدء وإطلاق عملية عسكرية برية سواء محدودة أو موسعة. أشكرك كل الشكر من خان يونس مراسل الشرق هناك عادل زانو، شكراً.